السلام عليكم. قصة جديدة من قصص نجاح دكتور ميتوشن مع شخصية كثير مهمة، الأستاذ إياد. مرحبا، أهلا وسهلا يا هلا فيك. شرف. الله يحييك. الأستاذ إياد هو مهندس معدات طبية في شركة لاستشارات هندسية، خسر من وزنه 32 كيلو خلال فترة معتبرة، بحيث الحين حابين نشاركنا قصة نجاحه. الأستاذ إياد، إحنا نتشرف أنك تشاركنا والمشاهدين يعني قصة نجاحك خلال أو في مرحلة نزولك في الوزن أو خسارة الوزن الزائد. أستاذ إياد، ممكن تحكي لنا على حالتك قبل نزول الوزن وبعد نزوله؟ هل أثرت يعني بشكل إيجابي ولا سلبي عليك؟ طبعا أنا بالبداية كان وزني تقريبا 118 كيلو، هلا حاليا وزني 86 كيلو. قبل ما أبلش بإجراء الحمية مع الدكتور نترشين كان عندي حالة صعبة جدا، أنا كنت أواجه صعوبة بالمشي، وكان عندي نسبة الكوليسترول عالية بالدم، وحتى كان عندي مشكلة بالقلب، كان في شبه تضخم بعضلة القلب. فطبعا أحد الأطباء القلب نصحني بأنه الحل الوحيد لمشكلتي هي تنزيل الوزن، وبلشت أبحث بمراكز لتنزيل الوزن، فكانت التوصية دائما للدكتور لترشين، والحمد لله أنا بلشت مع الدكتور لترشين، وكنت سابقا ما أقدر أمشي 5 دقائق، هلأ حاليا ممكن أمشي ساعة كاملة بدون ما أي إجهاد أو أي تعب، وطبعا نسب الكوليسترول بالدم رجعت لحدودها الطبيعية، ودقات قلبي رجعت طبيعية، وكل أموري صحية تمام، وتغيرت كل مجرى حياتي تقريبا من ناحية الحركة والخفة الحركة. سابقا ما كنت أقدر أتحرك، وبشكر كتير جماعة الدكتور نترشين على الخدمة اللي قدم لي إياها وغير لي طبيعة مجرى حياتي، وبنصح كل الناس إنه يتبعوا النظام الحيوي اللي عنده أي مشاكل بالوزن أو زيادة وزن إنه يحاول من هلأ يبلش ينزل وزنه. طب بالنسبة لما كان الوزن زائد يعني وكان في حمل ثقيل علينا بنقدر نقول أو نسبة دهون عالية في جسمك، يعني هل كانت حركتك طبيعية يعني من فترة النوم مثلا الحاجات هاي؟ هو طبعا أنا نوهت بالبداية إنه أنا كنت بالأصل بالبداية أعاني مشاكل بالمشي الصحية، لدرجة إنه لما أمشي لمدة 5 دقائق كنت أشعر بالتعب ونفسي يصير يتسرع، حتى أحيانا أثناء النوم لما بدي أنام كان يصير عندي ضيق نفس، ألاقي صعوبة حتى بالنوم يعني. لذلك لما نزلت وزني كل الأمور هاي تلاشت وصارت كل أموري طبيعية، وحتى خفة حركتي صارت أسرع وأخف، مثل قبل كانت حركتي بطيئة جدا وتجاوبي للحركة كان صعب جدا وما أحسن أتحرك يعني، لدرجة أنه حتى كنت أعاني أحيانا من ألام ظهري، حتى هاي زالت، صار الألام بالظهر كمان زالت بعد. الأستاذ إياد، في ناس كثير يعني الحين لما نشوف البدانة بنلاقيها حتى أنه ابتدت يعني في الأولاد الصغار، وكمان انه الواحد عشان يخسر وزنه بيعتقد انه في صعوبه في الموضوع يعني، وانه ممكن الوزن هذا ما راح ينزل، فلازم يلجا يعني شغلات ثانيه مثل ما هي العمليات او الاشياء الثانيه هاي. فشو رايك في الموضوع هذا؟ والله هو صراحه الموضوع العمليات الجراحيه يعني على حسب رايي انا، حتى لو الواحد عمل عمليه بده يرجع بالنهايه بده يرجع يعمل حميه لحتى يقدر يستفيد من العمليه. فمن البداية هي صحيح بالبداية ممكن يلاقي صعوبة، بس حتى الأنظمة الغذائية اللي كانوا يعطوني إياها أنا بالدكتور نترشين كان يعطوني أنظمة غذائية متوازنة وبالتدريج بحيث أنه تتناسب مع حسب حاجتي أنا وحسب رغبتي أنا بالطعام يعني. كان النظام يعني ماله مزعج، ممكن الواحد يتكيف معه بسهولة يعني، ما هو برنامج صعب يعني. وبالمسابرة ومع الرياضة يعني، حتى أنا بالرياضة ما بلشت مباشرة أمشي لفترات طويلة، بلشت أول شيء بلشت بدون مشي، حتى كان بس مجرد حمية بدون أي رياضة، حتى أقلمت على الحمية، بعدين بلشت بالمشي بالتدريج من 10 دقائق لربع ساعة لحتى وصلت آخر شيء لساعة. ما شاء الله. يعني الموضوع ما له هو صعب، بس مثل بقولوا بداية الخطوة 1000 ميل حافز والهدف هذا أهم شيء في الموضوع، ويكون حافز طبعا والإرادة يعني. بالضبط. بالنسبة لحالتك بعد خسارة الوزن يعني بالنسبة للحالة النفسية لو نحكي، أو النشاط احنا حكينا أنه تغيرت أشياء كثيرة، بالنسبة للحالة النفسية تبعك يعني كيف صارت؟ طبعا الحالة النفسية تغيرت لأنه يعني صارت عندي أريحية بالتعامل، يعني صرت مرتاح نفسيا، ما عاد أشعر بعبء الوزن يعني.
طبعا نظره العالم لانه وزن ممكن يكون واحد انه نظرته انه انسان سمين ممكن يكون نظره العالم له نظره ثانيه، فكل هاي الامور تغيرت يعني صار يحس الواحد انه برشاقه اكثر. يعني شو ممكن نحن بنوجه الحين كلمه للمشاهدين او نصائح للمشاهدين، شو بتقدر تنصح المشاهدين الكرام يعني عشان بيخسرون من الوزن او عشان بيحسنون من صحتهم بصفه عامه؟ والله انا من خلال تجربتي ومن خلال شعوري بالفرق بين قبل الحميه وبعد الحميه، فبنصح كل الناس انه ما يترددوا وما يلاقي انه الامور انه خلص يلاقي انه صار وزنه كثير، يلاقي انه الشغله صعبه جدا. لا، وما في شيء صعب البدايه، بس انه مجرد الواحد ينوي ويبلش ببرنامج معين وبالتدريج هو بتأقلم وبتعود وبصير حتى هو بصير حياته كلها طبيعة حياته بتختلف. يعني حتى لو انه ما في حمية بصير هو بالمستقبل بتعود انه هلا هذا هو السيستم الاكل اللي هو عم ياكله. ف يعني ما بتصور انه رح يلاقي صعوبة، بس انه مجرد ينوي ويبلش. يعني هذا انا هاي نصيحتي. وطبعا يعني بلاقي فرق كبير، بتحسن من ناحية نشاطه ومن ناحية صحته، لانه الايام هاي السمنة بتسبب لمشاكل كثيرة من بامراض القلب، امراض تصلب الشرايين، فكل هالشغلات هاي بتجنبها بس انه ينزل وزنه. فانا بتوجه بالنصيحه لكل الناس انه يجربوا تجربتي، لانه انا استفدت من التجربه تبعي، فبتمنى انه كل الناس يستفيدوا من هاي التجربه. احنا ممكن نختم يعني بجمله انه حتما صح التغيير صعب، بس عفوا بس التغيير صعب بالاول، بس بعد التغيير راح نكتسب العادات الغذائيه الصحيه اللي بتخلينا نعيش حياه اللي هي مليئة بالصحة. كمان انه بنقدر الواحد بيتحرك يعمل اي شيء قادر عليه هو وعيلته، يعني حتى انه بتكون اثر على العيلة تبعنا. في الختام نشكر الاستاذ اياد كساب على مشاركته قصة نجاح، ونتمنى انه نلاقيكم في قصة نجاح ثانية مع دكتور نيتريشن في حلقة ثانية. باستخدام منتجات دكتور نيوتريشن يمكنك الانتقال من هذا إلى هذا. منتجات دكتور نيوتريشن متوفرة الآن في الشرق الأوسط. حمل تطبيق دكتور نيوتريشن واحصل على اشتراك لمدة شهر مجانا عند شرائك منتجات لابيرفا.